رئيس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء. نعى مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل، حيث فقدت الأمة بوفاته زعيما كبيرا وقائدا إنسانيا وقامة خليجية عربية وعالمية كرس حياته في تقديم كل ما في وسعه لخدمة بلده وشعبه ومجلس التعاون والأمة العربية والإسلامية، مؤكدا المجلس أن ذكراه ستظل خالدة في الوجدان الخليجي والعربي والعالمي. وإذ يعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته للأسرة الكريمة وشعب دولة الكويت الشقيقة في الفقيد الراحل، فقد عبر مجلس الوزراء عن خالص تهانيه لصاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد بما يحقق النماء والازدهار للكويت ولشعبها الشقيق. بعدها أعرب مجلس الوزراء عن خالص تمنياته وأمنياته بالتوفيق للطلبة والطالبات وللهيئات الأكاديمية والإدارية من مختلف المؤسسات والمراحل التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021، متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا مكللا بالنجاح والتوفيق. ووجه المجلس بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين تحية تقدير واعتزاز لجميع المعلمين على جهودهم المقدرة وإسهاماتهم البناءة في خلق الأجيال القادرة على مواصلة المسيرة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا، لضمان استمرار العملية التعليمية لأبناء الوطن من الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية. بعد ذلك أكد مجلس الوزراء على أهمية مواصلة التقيد بتوصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا فيما يخص التجمعات في كل مرحلة من مراحل التعامل مع فيروس كورونا، والالتزام من أجل البحرين لخفض معدلات الانتشار بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، منوها بأهمية تحلي الجميع بالمسؤولية المجتمعية والوطنية في هذه المرحلة، فكل فرد في المجتمع له دور مسؤول يطلع به في خفض معدلات الانتشار. وقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين للتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي والجهات ذات العلاقة حفاظا على صحة وسلامة المجتمع. ثم أكد مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين ومساندتها لكافة جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في مكافحة الإرهاب، فأمن وسلامة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين البحرين كل لا يتجزأ، مشيدا بالمجلس بنجاح رئاسة أمن الدولة السعودي من الإطاحة بخلية إرهابية تلقت تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، معربا المجلس عن إدانة كافة المحاولات الإرهابية التي تستهدف أمن وسلامة المملكة الشقيقة. بعدها رحب مجلس الوزراء بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام في جوبا بين حكومة جمهورية السودان وعدد من الحركات المسلحة، مؤكدا المجلس بأنه اتفاق تاريخي وإنجاز كبير على طريق تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في السودان. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي. أولا، وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة التي شكلها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ توصيات الرقابة على الأدوية برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني. وأشاد مجلس الوزراء بما اتخذته اللجنة من إجراءات فورية لتصحيح ممارسات إدارة مخزون وصرف الأدوية وتفعيل أدوات الحوكمة والمساءلة في الصيدليات الحكومية والخاصة، بما يكفل تقديم الصيدليات لخدماتها بجودة عالية ووفق أعلى آليات الرقابة وبخاصة على الأدوية المخدرة وضمان توفير الأدوية لكافة المرضى من المواطنين والمقيمين. وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التعديلات التي اقترحت اللجنة إدخالها على المرسوم بقانون بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية رقم 18 لسنة 1997 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2015 وقانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 15 لسنة 2007، فيما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل الجداول المرفقة بالقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بإضافة مواد جديدة لها وفق توصية اللجنة. كما وافق أيضا على مشروع قرار اقترحته اللجنة لتعديل قرار إجراءات تنظيم ومراقبة صرف الأدوية والمستحضرات الصيدلية.
ثانيا، بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بإلغاء وظيفة نائب رئيس تنفيذي من الهيكل التنظيمي للهيئة، ونقل 3 إدارات من الهيئة المذكورة، منها إدارتان إلى وزارة الداخلية وإدارة إلى هيئة تنظيم الاتصالات. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الشؤون المتعلقة بمسيرة مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية ودراسة التوجهات والسياسات العامة لمملكة البحرين فيما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك، ومتابعة تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وقرارات المجلس الوزاري والمتعلقة بمسيرة المجلس، واقتراح التوصيات لزيادة مكتسبات المواطن من المواطنة الاقتصادية الخليجية. رابعا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعفاء مستوردات قوة دفاع البحرين وقوى الأمن الداخلي من الضرائب الرسوم الجمركية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الداخلية. خامسا، وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في المسائل الضريبية عن طريق خلق آلية فعالة لتنفيذ التغيرات الطارئة بطريقة متزامنة وفعالة عبر شبكة الاتفاقيات القائمة لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، دون الحاجة إلى إعادة التفاوض الثنائي على كل اتفاقية على حدة. سادسا، وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية رقم 16 لسنة 1998، وأقر مشروع قرار بإصدارها. وتنظم اللائحة القواعد والضوابط والشروط التي ينبغي اتباعها في عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة. سابعا، اعتمد مجلس الوزراء 3 تقارير لهيئة جودة التعليم والتدريب وافق عليها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب. ويتضمن التقرير الأول تقييم ممارسات وتطبيقات التعليم والتدريب عن بعد خلال فترة جائحة كورونا كوفيد-19 في 2020، والثاني حول تقييم جودة الممارسات المدرسية في الأوضاع الاستثنائية، والثالث التقرير السنوي للهيئة للعام 2020. ثامنا، بحث مجلس الوزراء برنامج التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية والصحية الأولية، واستنادا لقانون الضمان الصحي والهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية. كما يعني البرنامج المذكور بتقديم خدمات صحية عادلة تمتاز بالتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف بما يحقق التغطية الصحية الشاملة في المملكة. وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من المجلس الأعلى للصحة إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي. تاسعا، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي مذكرة سعادة وزيرة الصحة بشأن تدريب الكوادر الطبية والتمريضية والخدمات المساندة بما تم تحقيقه في هذا الصدد، والخيارات المتاحة في ظل تحديات الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا. عاشرا، وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن مركز وطني يدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي، فيما أعاد إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن دعم المخترعين.